هيئة مترو الأنفاق بدأت النهاردة تنفيذ قرار إلغاء أنصاف التذاكر لفئات الجيش والشرطة والصحفيين وكبار السن فوق 60 سنة. جدير بالذكر أن إلغاء أنصاف التذاكر بدأ من صباح اليوم بدون سابق تمهيد في العديد من محطات مترو الأنفاق، وده كان وسط حالة من الاستياء ما بين الأشخاص اللي بتشملهم هذه الفئات المستحقة. طيب، هو الموضوع أكيد هياخد مساحة بطبيعة الحال، لأن طبعا في قطاع كبير جدا من المواطنين بيرتاد المترو، وكنا بنتكلم على فئات معينة قد تكون عندها اشتراكات وبتدفع مبالغ مخصصات كل سنة، فعايزين نعرف القصة جت إزاي. خلونا نعرف التفاصيل من الأستاذ أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا مسيادتك يا فندم. صباح الفل. صباح الفل يا فندم. أهلا بيك أستاذ أحمد. القرار زي ما قلنا بدون سابق إنذار، يعني الناس النهاردة راحت اتفاجئت إن قالوا لهم لا، نص تذكرة ده لا مش موجود، انتهى. هو أولا بس خلينا متفقين إن مفيش حاجة اسمها نص تذكرة. إحنا عندنا ثلاث أنواع من التذاكر، تذكرة ب7 جنيه وتذكرة ب5 جنيه وتذكرة ب3 جنيه. كان في حاجة اسمها خصم جنيه على التذكرة، يعني ب7 جنيه خصم جنيه بس بتاخد عليها خصم جنيه بس. مش نص تذكرة. لا، مفيش حاجة اسمها نص تذكرة. نص تذكرة دي لما أكون التذكرة ب7 جنيه وأنا أخدها ب3 جنيه ونص، أو ب5 جنيه وأنا أخدها ب2 جنيه ونص، اللي هي 50% من التذكرة. لكن لا، ده مش خصم، مش نص تذكرة. كان في خصم جنيه لبعض الفئات مثل الصحفيين، الشرطة، العسكريين، فبعض الفئات موجود ليهم اللي هو خصم جنيه على التذكرة، بس هي كانت بتسمى أنصاف التذاكر أو خصم التذاكر. فإحنا طبعا كل شباك منفذ، إحنا طبعا دلوقتي بنستعد لدخول المدارس، عندنا دخول المدارس لأبنائنا الطلبة والطالبات من جامعات ومدارس، فمش عايزين يبقى في زحام في المحطات. حضرتك عندك شباك التذاكر في ثلاث أنواع، احنا عملنا نظام التذاكر الجديد هو نظام المناطق اللي هو بثلاثة وخمسة وسبعة، فأصبح فيه بثلاثة وفي باتنين جنيه اللي هو الخصم بتاعها جنيه، وفي بخمسة وفي بجنيه اللي هو الخصم الجنيه بأربعة جنيه، وفي بسبعة وفي خصم الجنيه اللي هو بستة جنيه، فأصبح بقى فيه ست أنواع من التذاكر على شباك التذاكر. فلما حد يخش على شباك التذاكر ويقول أنا عايز تذكرة نص تذكرة مثلا رايح شبرا باتنين جنيه عشان يدفع الاتنين جنيه بدل التلاتة جنيه عشان ياخد خصم الجنيه دوت، كان يقول له مثلا طب اديني وريني الكارنيه، طلع الكارنيه، يطلع الكارنيه مش مطابق او الكارنيه فيه مشكله، فبيحصل ايه؟ جدال على شباك التذاكر، فبيحصل زحام على شبابيك التذاكر. فكان الزحام ده احنا شفناه لما جينا حركنا سعر التذكره. فاداره المترو او اعضاء مجلس اداره شركه مترو الانفاق قرروا ان هم يلغوا الخصم ده، وفي نفس الوقت ان هم عندهم اشتراكات مخفضه، يعني اللي احنا لغينا عليه، يعني مثلا كبار السن اللي هو فوق ال 60 سنه كان بياخد التذكره مخفضه بجنيه، فانت عندك اشتراك ممكن يعمل اشتراك لمده 3 شهور بحوالي 135 جنيه لمده 3 شهور، 180 رحله، يبقى التذكره بقت اقل من الجنيه، من ال 2 جنيه هو كان بيدفعهم، او اقل من نسبه او اكتر من نسبه الخصم اللي هو كان بياخدها. فده رقم واحد. رقم اثنين العسكريين او الشرطه، يعني كل الفئات. يعني هنا يا استاذ احمد كده اصحاب الاشتراكات ما تاثروش بالقرار؟ لا، اصحاب اشتراكاتنا زي ما هي نفس الاسعار زي ما هم، نفس اسعار الاشتراكات زي ما هي. وفي نفس التوقيت ان الناس اللي احنا لغينا منهم او الجنيه اللي اتلغى على التذكره اللي هم كانوا بياخدوه خصم ده نفس الفئات دي ليهم اشتراكات مخفضه. كان في بس الصحفيين ما كانش ليهم اشتراك مخفض، فاتكلمنا مع محسن بيه سلامه نقيب الصحفيين، وان شاء الله باذن الله جاري العرض على مجلس اداره المترو للموافقه على اعطاء الصحفيين اشتراكات مخفضه مثلهم مثل بقيه الفئات. طب هنا ليه يا استاذ احمد القرار ما كانش فيه سابق يعني انذار او حتى تعرفوا الراي العام بان انتوا هتاخدوا هذا القرار؟ ليه الناس اتفاجئت بيه صباح اليوم؟ لا، هو مش سابق انذار يا فندم، هو انا قلت حاجه طبعا يعني احنا تعودنا من حضراتكم دايما ان انتوا بيكون عندكم شفافيه الحقيقه في الامور كلها، فليه ما تمش الاعلان عن هذا الامر مسبقا؟ هو حضرتك احنا طبعا احنا اعلنا ان احنا بنستعد للعام الدراسي الجديد اللي هو بدء العام الدراسي الجديد، فمع اجتماع مجلس اداره المترو قرروا التطبيق ده قبل المدارس بحيث ان احنا ايه مع بال المدارس تيجي يكون الموضوع اتطبق وموضوع اتعرف والناس عرفت القرار يعني. طيب هل حصل اي نوع من الاعتراضات من جانب الناس اللي كان بيشملهم هذا الامر؟ ولا اي حاجه على فكره. ده الدنيا ماشيه كويس جدا يا باشا. ابعت كاميرا دلوقتي في اي محطه مترو، اي محطه مترو حضرتك تختارها ابعت عليها الكاميرا، والزميل اللي هينزل يتصل بيه بالتليفون وانا هجيب له التصريح الامني ويخش يصور ويشوف الهدوء اللي في المحطات. عندنا هدوء تام في المحطات، الخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتها، تعمل بانتظام، تعمل بصورة طبيعية، وعلى فكرة الثلاث أرباع الناس اللي هم كانوا بياخدوا التذكرة مخفضة بجنيه ما كانوش بيستخدموها، والله كانوا بيقطعوا التذكرة على طول، بيقول لك إيه يعني جنيه؟ هو أنا هاخد خصم جنيه؟
لا ده احنا عملنا لك بس بقى الجنيه ده فرق معاكم يا استاذ احمد؟ هيفرق معاكم؟ هو هيفرق معانا في الزحام والتكدس، ما يبقاش في زحام في المحطه، ما يبقاش في تكدس في المحطه، وده اكيد ظهر يعني مش كتير، يعني مش هيفرق كتير يعني كفلوس يعني بس الهدف كله تنظيمي مش اكتر. الهدف كله تنظيمي مش اكتر، بحيث ما يبقاش في شباك التذاكر، في 6 انواع من التذاكر زي ما قلت لحضرتك، ب 2 جنيه وب 3 جنيه وب 4 جنيه و5 جنيه و6 جنيه و7 جنيه، ده حتى ممكن تلخبط الراكب نفسه ياخد تذكره خطا بطريقه خطا وينزل محطه يدفع غرامه 50 جنيه. فده انا كراكب، حضراتكم شايفين ان الامر ده يعني هو الافضل؟ الافضل طبعا يا فندم الافضل، والدليل ان هم ما عندهمش اشتراكات يا فندم، ما هو اللي بيركب المترو يوميا، احنا قلناها قبل كده، اللي بيركب المترو يوميا وبطريقه مستمره وبطريقه وبصفه دائمه، عليه ان هو يطلع يستخرج اشتراك، الاشتراك مدعم ومخفض بنسبه كبيره. طب يمكن احنا كنا اتكلمنا مع حضرتك هنا في الاستوديو في الامر ده لما كانت حاصله ارتفاعات في اسعار تذاكر المترو. وناشدنا يا فندم وناشدنا وشرفت بحضراتكم يعني في الاستوديو. طيب استاذ احمد، انتوا ازاي بقى استعديتوا للموسم الدراسي؟ حضرتك بتقول ده واحد من الطرق اللي انتوا استعديتوا بيها للموسم الدراسي، ايه بخلاف هذه الخطوه اشتغلتوا عليه خلال الفتره اللي فاتت؟ نفس التطبيق عملنا حضرتك، تم عمل صيانه في جميع القطارات المكيفه اللي موجوده في الخط الاول والثاني والثالث. تم عمل صيانه دوريه في القطارات نفسها، اللي هو القطر نفسه في ورشه المترو اللي هي خاصه بصيانه الخط الاول في ترى البلد، وصيانه الخط الثاني في ورشه صبرا الخيمه، والخط الثالث اللي هو ورشه العباسيه. طبعا ان شاء الله هيتم الدفع بقطارات اضافيه فاضيه، قطار اضافيه في حاله الزحام المتوقع من الركاب في نفس توقيت الاشتراكات، شبكه الاشتراكات او منافذ عمل الاشتراكات او مكاتب الاشتراكات بمعنى اصح، هتشتغل ان شاء الله من اول يوم دراسه لمده 2 شهر كاملين من الصبح لحد بالليل لاخراج الاشتراكات للطلبه. ففي استعدادات مكثفه في المترو، نشر فرق طوارئ، نشر فرق صيانه، وجود المهندسين، جداول نبطشيات المهندسين على الخطوط الثلاثه لمواجهه اي عطل طارئ يحدث. يعني هنا الراكب هيحس بالفرق يا استاذ احمد؟ هو حاسس بالفرق يا فندم، احنا عندنا المترو ما زال هو المترو طبعا اسرع وارخص واسهل وامن وانظف وسيله انتقال داخل القاهره الكبرى، يعني بعد تحريك سعر تذكره المترو ما زال هو الارخص في مصر. طيب ان شاء الله كده يكون موسم دراسي ناجح، ويكون حضراتكم برضو مجهوداتكم ملحوظه من جانب الناس، لان ده في النهايه هو الهدف وده المهم. بشكرك جدا استاذ احمد عبد الهادي المتحدث باسم شركه مترو الانفاق، كنت معنا هاتفيا، الف شكر لوجودك معنا.